طيب انا عايز استاذنك، احنا معانا على التليفون اخونا حمو بيكا، وهو مغني طبعا المهرجانات الشهير، برضه ممكن يبقى له راي ونسمع منه، وده حقه يعني. حمو بيكا منور استاذ يوسف، الله يخليك. واستاذ مصطفى كامل، الف الف مبروك. انا بحبه والله العظيم، تاني اشتغلت ما اشتغلتش انا بحبه، قلبه طيب وعمره ما بيجي علينا في اي حاجه، واللي هو شايفه صح احنا كلنا في ظهره بقى. ايه الحلاوه يعني دي؟ ايه الحلاوه دي يا حمو؟ بص والله ايه الحلاوه دي يا حمو؟ المصحف اللي هو شايفه صح لينا، واللي هو شايفه اللي المفروض يتعمل، احنا كلنا في ظهره. احنا كان نفسنا في حد ياخدنا من زمان كده تحت باطه ويدينا التوجيهات ويدينا التعليمات. مش وحش، بس ما كناش حابين اللي بيستعجلنا واللي يقول لك دول مين. لا، هو جاي بامر الله، هو اللي هيجيب لنا حقنا، وبامر الله كلنا احنا في ظهره، وانا واحد من الناس انا في ظهره لحد اخر يوم في عمري. طب ده كلام، ده كلام مزيكا يا حمو، ده مفيش بعد والله كده. والله العظيم يا استاذ يوسف، انا تعبت واتظلمت كتير، بس كنت بقول يا رب، والحمد لله اللي ربنا نصرني وهيجيب لي حق باذن الله. ربنا ينصرك في الخير. سيادة النقيب استاذ مصطفى كامل قال يا جماعه انا كل مشكلتي في الابتذال والكلام اللي مش مظبوط، ومش عاوزين نكبر عيالنا على حاجه مش صح. في حد يختلف على الكلام ده؟ بقول على هوا، هو اللي يقول كلمه غلط ينشطب خالص ما يرجع لهاش تاني. ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ سيادة النقيب، انت صديقي واخويا وحبيبي أخوي. انا شخصيتي على قد ما هي شخصيه لينه، لكن انا مش من النوع اللي ممكن كلمتي تتكسر او مبدئي يتكسر او الكرسي اللي انا قاعد عليه اللي فيه ناس كتير بتستهتر بيه او مش فاهمه قيمته، انا قاعد على مقعد كبير قوي. طبعا كبير قوي، اكبر مني اسما ومقاما وفنا وكل حاجه. النهارده لو خدت قرار واي حد منهم فكر يتجوزه، قسما بالله ما هسيبه، قسما بالله ما هيغني تاني يعني، وهتبقى قسم شديد وغليظ. لان انا مثلا حمو بيقول لك كلمه دلوقتي يا استاذ يوسف، بيقول لك انا في ظهره. لا، انا مش عايز حد في ظهري، احنا عايزين كلنا نقف في ظهر بلدنا وفي ظهر ابناء بلدنا وفي ظهر النشء الجديد اللي يتربى على كلمه. انا ما بطلبش منك اعمل قصائد ولا غدا القاك يا خوف فؤادي من غادي، انا بطلب منك هتغازل غازل باللغه اللي بنتي تسمعها او بنت الاستاذ يوسف او اولاد صحيح. الناس صحيح. انا بلاش معاي. بلاش نهين قيمه بلدنا، لان احنا يا استاذ يوسف احنا ابى من ابى واراد من اراد، احنا رواد الفن العربي. طبعا مصر رائده الفن العربي. هتختلف عليها وهتيجي اجيال زينا، كانت اجيال بسيطه زي الاستاذ مصطفى قمر واخواتي وحبايبي، وقال لك ما هو الكلام بسيط جدا يعني، يا ابو جلابيه توبي، فات قمري وسبت دروبي، ما كان كلام بسيط ومش عبد الحليم يعني. أيوة. وعدى، لكن ما قالش اختك صاحبتي يلا عيب اللي احنا وصلنا له عيب يعني. لو اخواننا بتوع المهرجانات ملتزمين بالكلام التمام المية مية المحترم هياخد التصريح، بس اللي هيخل بعد كده ما خلاويص، مفيش رضا. لا، ده انت كده فتنت على القعده يا استاذ يوسف، انا كده صدرت على اراء حضراتكم، انا هقعد مع حضراتكم، لازم انا دي وجهه نظر شخصيه وانا هكون فرد، واعتبرني مش نقيب موسيقيين، انا هقعد في اللجنه دي او في الجلسه دي او في المؤتمر ده مجرد فرد له وجهه نظر، وهسمع من حضراتكم واللي حضراتكم هتقروه، لان انا هطلع لمصر كلها اقول من اجاز هذا القرار هو الدكتور اشرف زكي، الاستاذ مسعد فوده، الاستاذ عمر فوده، دكتور مصطفى الفقي، الاستاذ طارق الشناوي، الاستاذ يوسف الحسيني، الدكتور محمد الباز، وواحد اسمه مصطفى كامل. لا، القرار بتاع النقيب، احنا جايين نقعد معاكو، نبقى نحاول قدر الامكان ان احنا يبقى راينا شبه استشاري، لو كان يعني انا اصغركم واقلكم جميعا ده ما لا شك فيه يعني، فاحنا مجرد ناس جايه تحل موقف معاكو براي استشاري. النقيب هو اللي هياخد القرار. صدقني ده القرار، خلي بالك طالع مجلس اداره، انا مطلعه ومذاكره كويس جدا، ان ايقاف مؤقت لتصاريح كافه مطربي المهرجانات حتى تشكيل لجنه فنيه ثقافيه من رموز النقد والفن والثقافه لاقرار الضوابط والمعايير. مش قايل ان انا جايب لجنه استشيرها، احنا هنقعد باسم مصر، هنقعد لمصر، هنقعد لاولاد مصر،
هنقعد لكل طفل مصري مش المفروض ابدا يتربى على تعالى مرجحك وما ومش عارف وشقلطك وشقلطني في بحر بيره، عيب كده. طيب هنقعد لعالم مصر، هنقعد عشان اللي القرار اللي هناخده هناخده لاولادنا واللي ربنا قبل اولادنا. يا حمو يا استاذ يوسف، سامع الكلام بتاع النقيب؟ انا والله سامع كل حاجه، وهو اللي هو شافه فعلا، احنا يعني احنا كلنا وراه. طيب بص يا حمو، انا راجل بشوفك حقيقي، يعني انك انسان قلبك بفته بيضة. الله يخليك، انا بكلمك بامانه. الله يخليك يا رب. العيالي والجيل بتاع عيالي كلهم، العيال اللي في ثانوي دول واللي اصغر شويه، بيسمعوا مهرجانات من هنا لحد بعد بكره. فعلا انا من انصار ما مزيكا هي مزيكا، ما فيش حد بيمنع لون. تمام. حلو، وده تعبير، بس زي ما قال استاذ مصطفى، بس الكلمه الحلوه بس كده، انا عايز كلام حلو بس الكلمه الحلوه. وبعدين فعلا عايزين يعني ايه نصرف حبه على المزيكا بتاعتنا تقوم تطلع شكلها اغنى احلى. يا استاذ يوسف، انا لما الاقي حد بيوجهني وبيقول لي الطريق الصح، هل انا هسيب الطريق الصح وامشي على الغلط؟ لا، عمري ما هعمل كده. طب هسالك سؤال وهتجاوبني بامانه، وانا عارف انك انت راجل جدع، بس يعني اسمع الصح وامشي على الغلط، يبقى انا واحد غلط. هسالك سؤال وانا عارف انك راجل جدع وهتجاوب بامانه. تمام. افترضنا انه حد ما سمعش الكلام وبعدين طلعنا قرار الايقاف، ماشي؟ ما لا دي ما تفعلش. هقول لك بقى، خد بعضه وراح عمل حفله في استراليا. يعني هنلف من ورا القرار ونعمل حفله في الهند، ينفع؟ تمام. لا هو ما ينفعش. ولا هنقول ما تسيبونا ناكل عيش، هو انتوا اللي سايبيننا اللي عايزين ترحموا ولا رحمه ربنا تنزل؟ لا 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 يا استاذ يوسف، الغلط ما يتسكتش عليه يا استاذ يوسف، طول ما احنا معانا ناس بتوجهنا للصح احنا ما ورا الصح. اللي عاوز يمشي بالغلط يبقى يطلع وما ما 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 لهوش دعوه بالدنيا خالص بقى. ايه رايك يا استاذ مصطفى؟ استاذ يوسف، شوف حضرتك قلت له، سالت حمو سؤال بالنسبه لي انا سؤال جوهري، ده المهم اصله بيني وبينك الكلمه. انا بقى يهمني بره مصر اكتر كمان من مصر. اه وانا معاك، بره مصر انتوا سفراءنا هنا طبعا. كل انا لما بطلع اغني بره، او الاستاذ هاني شاكر او الفنان عمرو دياب او الاستاذ محمد ثروت او كل اسامي العظماء زملائنا، احنا الناس بتقول لك هذا فنان مصري. والله يا شيخ فنان مصري، ساعات ما بيعرفوش اسامينا، ساعات بيتلخبطوا فينا الجمهور العادي، فيقول لي انت فنان مصري، فنان مصري، ما بيقولكش انت مصطفى كامل. صح. انا بقى يهمني بره مصر زي جوه مصر، وبره مصر اكتر كمان من جوه مصر. احنا عايزين لما يتقال، وبرضو يعني حمو انت معانا مش كده، عايزين حمو لما يتقال يقول لك اه المصري ده عمل غنوه حلوه. خط قطع. طيب يعني هتلاقيه اكيد ممكن يكون فتح التلفزيون يعني الى اخره. اللي يهمنا، وانا معاك جدا يا استاذ مصطفى، المساله في انه والله غنينا في الهند، غنينا في دوله عربيه، غنينا في امريكا، غنينا في اوروبا، ما يتقالش ان الموسيقى المصري ولا الغنى المصري اي كلام ويتحول لترياقه الاعداد. ده شرفنا وكرامتنا كلنا، ما فيهاش هزار.